أن أجلس بجوار أخي العزيز الأكبر المستشار أحمد منصور والأخ العزيز الصديق الفاضل سيادة النقيب سامح عاشور، شرف كبير وأن أجلس بين حضراتكم جميعا. الموضوع عن القضاء والمحاماة موضوع طويل ومتشعب ويحوي العديد من النقاط التي لا يمكن بأي حال الوفاء بها في ندوة أو ندوتين أو أكثر، لأنها من الصعب أن احنا نتكلم عنها في ساعة أو في أكثر من ساعة، ومن ثم فسنقصر الحديث على نقطتين اثنين بالنسبة للقضاء ونقطتين اثنين بالنسبة للمحاماة حتى لا نطيل على حضراتكم. بالنسبة للقضاء هنتكلم عن حق اللجوء إليه وعن استقلاله، وبالنسبة للمحاماة هنتكلم عن أهميتها وصلتها بالترضية القضائية. حق اللجوء إلى القضاء أكد عليه الدستور وجعله حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم به الدولة، وتلتزم أيضا بتقريب جهات التقاضي لمن يرغب في اللجوء إلى القضاء سواء من المواطنين أو من غير المواطنين في المادتين 97 و100 من دستور 2014 تناولت هذا الأمر، ومش عاوز أقرأ مواد دستورية ولا حاجة، لكن جعلت هاتين المادتين من حق اللجوء إلى القضاء والنفاذ إليه نفاذاً ميسراً من أهم حقوق الإنسان. وأوجب الدستور على المشرع تسهيل وتيسير الوصول إلى القضاء وتقريب جهات القضاء التي تفصل في الأنزعة المختلفة من أصحاب الشأن، وأوجب أن يكون النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً. فكيف يكون هذا النفاذ نفاذاً ميسراً؟ أول ما يعنيه هذا النفاذ الميسر أنه أحد أهم مداخل حماية الحقوق والحريات، الحق في التقاضي أو اللجوء إلى القضاء أهم حق من وجهة نظري من حقوق الإنسان، وهو فرع من واجب الدولة نحو الخضوع للقانون. فالتقاضي يجب أن يتاح للناس كافة وليس للمواطنين فقط، فلكل فرد أن تكفل له الدولة فرصة وجود جهة قضائية يلجأ إليها ضماناً لحقوقه وحرياته، وألا يحول دون ذلك نص تشريعي. النفاذ الميسر لا يعني اللجوء إلى القضاء فقط، وإنما يعني حظر النص على تحسين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء. النفاذ الميسر أيضا كما قلنا ينبغي أن يتاح حق التقاضي للمواطن وللأجنبي الموجود على أرض مصر على السواء. النفاذ الميسر يعني أنه لا يجوز أن يكون التقاضي محملاً بأعباء مالية يكون من شأنها أن تعطل هذا الحق في ذاته أو تنتقص منه انتقاصاً كبيراً. بمعنى أن التقاضي يجب ألا يقترن بقيود ترهقه أو تعسر الحصول على الترضية القضائية أو تحول دونها، أو أن يكون مقترناً بأية عوائق تنافي طبيعته. من بين هذه العوائق يجب ألا تكون مصروفات الدعوة عبئاً على من أقامها كلما كان محقاً فيها. ويجب أن يتاح التقاضي أو النفاذ إلى التقاضي يجب أن يكون أمام القاضي الطبيعي. من هو القاضي الطبيعي؟ ده أمر يطول شرحه مش هنتكلم فيه. نأتي إلى النقطة الأخرى سريعاً وهي استقلال القضاء. فلا يكفي مجرد النفاذ إلى القاضي الطبيعي بصورة ميسرة، وإنما الأهم من كل ذلك هو أن يكون هذا القاضي الذي يلجأ إليه الفرد قاض مستقل. إننا لو لجأت إلى قاض غير مستقل ملوش جدوى
وملوش قيمة. فاستقلال القضاء أمر في غاية الأهمية، سواء استقلال القاضي في ذاته أو استقلال السلطة القضائية، أمر في غاية الأهمية للمواطن العادي، ما هوش للقاضي نفسه، إنما مهم للمواطن حتى يستطيع أن يحصل على حقه بحرية ودون أدنى تأثير. باستقلال السلطة القضائية واستقلال القاضي أكد عليهما الدستور في المادتين 184 و186، لكن استقلاله عن ماذا؟ يعني القاضي يستقل عن مين؟ يستقل عن كل الدنيا. أول ما يستقل، يستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وعن السلطة القضائية وعن نفسه وزملائه. لابد أن يكون حياديا متجردا من كل أي أمر يمس حياده. فبالنسبة للبرلمان، لا يجوز للبرلمان التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال السلطة القضائية، سواء اتخذ هذا التدخل أو اتخذ هذا التدخل في تنظيمه أو إعادة تنظيمه أو التدخل في حق التقاضي بما ينتقص منه. لا يجوز للمشرع أن يتدخل فيما يكون القضاء قد حسمه حسما نهائيا. لا يجوز له أيضا أن ينتقد حكما قضائيا باتا. لا يجوز أن يتعرض لقضية مطروحة على القضاء، ولا يجوز أن يصدر قانونا يلغي بمقتضاه حكما قضائيا نهائيا. والأهم من كل ذلك أن يمتنع عن التدخل ولو بطريقة مستترة وغير محسوسة في السلطة التقديرية للقاضي الجنائي أو حق هذا القاضي في تفريد العقاب الجنائي، بحيث يستطيع من خلال هذه السلطة أن يراعي ظروف كل متهم على حدة. فلا يجوز للمشرع أن يحرم القاضي أبداً من هذه السلطة بالنسبة لبعض الجرائم نظراً لخطورتها أو لأي سبب آخر. لا يجوز أيضاً للمشرع أن ينقل عبء الإثبات من على عاتق جهة الادعاء ويضعه على كاهل المتهم، لأن في ذلك هدماً لأصل البراءة. الأصل في الإنسان البراءة، فطالما أنا بريء فسلطة الاتهام هي اللي تثبت الاتهام قبلي وليس العكس. وأصل البراءة لا ينتقض إلا بحكم بات. لا تفترض أيضاً المسؤولية الجنائية، إنما لابد أن يقوم الدليل عليه. ولا بد أيضا أن يكفل للمتهم جميع قواعد المحاكمة المنصفة، والتي من أهمها افتراض البراءة وكفالة حق الدفاع، أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة تماما. ينبغي ألا يكتنف التقاضي بطء ملحوظ أو اختزال يفقدها أو يفقد المحاكمة ضماناتها ويحيل الحكم إلى قضاء مبتسم. من أهم ضمانات المحاكمة العادلة وجوب حضور محامي مع كل متهم بجناية على الأقل. دلوقتي الدستور فيه أورد أن وجوب حضور محامي في بعض الجنح، كل الجنح والمخالفات أيضا. لا، دي ضمانة طبعا مهمة لكل حاجة. الترضية القضائية النهائية واجبة ولا يجوز إقامة العراقيل أمامها. هذا بالنسبة للسلطة التشريعية. وبالنسبة للسلطة التنفيذية سريعا جدا، إذا كان الأمر استقر في العديد من البلدان ومن بينها مصر على أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى تعيين أعضاء السلطة القضائية، فإن هذا التعيين يجب ألا يكون ماساً باستقلال القاضي أو باستقلال السلطة القضائية، أو يكون له أدنى تأثير في هذا المجال. وهناك الضمانات العديدة التي تكفل هذا الاستقلال، لعل أهمها حماية مرتب القاضي. أول حاجة
الحفاظ على مرتب القاضي وعلى أن يكون على قدر كبير من الكفاية بحيث يواجه مطالب الحياة، وحفاظ على استقلال القاضي والسيطرة على مرتبات القضاة تكاد تصل لتكون سيطرة على إرادتهم. تحديد مرتبات القضاة يجب أن يتم بعيداً عن يد السلطة التنفيذية، وأن يكون منوطاً بالسلطة القضائية. والقضاء في مصر له الآن موازنة مستقلة يقوم عليها القضاة، وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة، ولا يجوز انتقاص مرتبات القاضي خلال مباشرته لعمله. ضمانة الثانية والأهم، ضمانة عدم القابلية للعزل. تعد أهم ضمانات استقلال القاضي واستقلال السلطة القضائية في آن واحد ضمانة عدم القابلية للعزل، وهي نتيجة جوهرية من النتائج المترتبة على مبدأ الفصل بين السلطات. فلا يجوز إبعاد القاضي عن منصبه القضائي سواء بطريق الفصل أو الإحالة إلى التقاعد أو الوقف عن العمل أو النقل إلى وظيفة أخرى، إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون. هذه الضمانة هي التي توفر للقاضي الاطمئنان وتحميه من مؤثرات السلطة التنفيذية وضغوطها. وعدم القابلية للعزل لا يفهم منها أبداً أنها تمنع مساءلة القاضي تأديبي وتوقيع الجزاء التأديبي عليه الذي قد يصل إلى عزله وإبعاده عن الوظيفة القضائية، لكن كل ذلك يتم في الإطار الخاص بالتأديب ووفقاً لقواعد وإجراءات واضحة تماماً لا تحمل لبساً ولا غموضاً ولا تحتمل أوجه عديدة للتفسير، وتكون في صورة قواعد عامة مجردة. العجز الجسماني أو العقلي أو صدور حكم بات بالإدانة في جريمة جنائية أو عدم الاستقامة. بقي من استقلال السلطة القضائية مسألة حياد القاضي. حياد القاضي ونزاهته واستقامته أمر أساسي للمنصب القضائي، فعلى القاضي أن يؤدي واجبات وظيفته القضائية دون تحيز أو انحراف أو تحامل، وعلى القاضي أن يتأكد من أن سلوكه داخل وخارج المحكمة من شأنه أن يعزز ثقة الناس عامة والخصوم والمتقاضين في نزاهة القاضي ونزاهة الوظيفة القضائية. يجب أن يكون سلوكه منضبطا بالقدر المعقول الذي يحد من الحالات التي يكون فيها من الضروري تنحيته عن نظر دعوة أو قرار ما. لا يبدي القاضي تعليقات أو يفسع عن رأيه في نتيجة قضايا معروض عليه أو من المرجح أن تعرض عليه. في بعض الحاجات هعديها عشان ما نطولش. نأتي إلى المحاماة. تعد مهنة المحاماة من أسمى المهن التي عرفتها البشرية، إذ أنها تنهض بالدفاع عن المظلومين وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى لتقديم العون الصادق للقضاء في إقامة العدل والوصول إلى الحقيقة والتطبيق الصحيح للقانون. الدستور أورد نصين هامين بالنسبة لمهنة المحاماة، هما المادتين 98 و198. وأهم ما في هاتين المادتين أنه أورد صراحة أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع وممارسة المحامي مستقلا. يعني أنا ما بقراش النصوص قوي، لكن بناخد الشيء الجوهري فيها. تأتي أهمية المحاماة كمهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وتعد الضمانة الكبرى لصون الحرية الشخصية وتأمين الحقوق والحريات جميعها، سواء تلك التي نص عليها الدستور أو التي كفلها المشرع. فحق الدفاع هو المدخل الطبيعي لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من استبداد السلطة وعسفها، وثيق الصلة بالوسائل القانونية السليمة. لم يجز الدستور أن يتدخل المشرع في شأن ضمانة الدفاع بما يرهقها أو يسقطها أو يقوض الأغراض المقصودة منها. دائما ضمانة الدفاع في الدستور أو في التشريعات تعد قرين لحق الأفراد في اللجوء إلى القضاء. يعني اللجوء إلى القضاء يبقى لابد أن تتوافر ضمانة الدفاع. المحاماة والترضية القضائية، لن توجد ترضية قضائية بغير وجود المحامي. لن يستطيع الفرد عند لجوءه إلى قاضيه الطبيعي، أو بمعنى آخر سيكون هذا الحق، حق اللجوء إلى القاضي، سرابا بغير ضمانة الدفاع التي تجلي الحقوق وتقويها وتنقيها من شوائبها بما يؤهلها للوقوف على أقدامها، فلا تضل طريقها بالختال أو بالإهمال. ضمانة الدفاع تتصل بالحقوق جميعها وبالحريات بتمامها بغض النظر عن طبيعة الخصومة القضائية التي تحميها. حق الدفاع في جوهره لا ينفصل عن الحقوق التي يطالب الأفراد بها ويسعون لتأمينها. القرار الذي يصدر عن جهة أولاها المشرع اختصاص الفصل في مسائل بعينها لا يعتبر قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص التي تنظم هذه الولاية وتبين حدودها. ضمانة الدفاع لا يتصور انفصالها أبداً عن حق التقاضي، وإنما هما متكاملان ويعملان معاً في إطار الترضية القضائية النهائية. تظل ضمانة الدفاع قائمة بكل متطلباتها ولو لم ينص عليها الدستور، ويعتبر كل عمل تشريعي على خلافها من لغو القول مؤدياً إلى التسلط والتحامل. وأخيراً، فإن الحق في الدفاع هو حق شامل يمتد إلى ما يسبق الاتهام والمحاكمة وإلى أيضاً المراحل اللاحقة على ذلك. هذه مجرد رسائل برقية سريعة جداً حول موضوع ندوة اليوم، وهو موضوع شديد الأهمية، كان يستحق أكثر من ندوة، لكن الوقت مش عايز أطول عليكم أكثر من كده. وأشكركم جزيلاً لحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.